السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم السقف او الروف. اجي هنا واقول له روف فريم، واقول له مثلا عايز الاسلوب بتاعي بزيرو اهوت، طبعا الانجل بتاعتي تبقى بزيرو. فابدا ارسم السقف بتاعي، اول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، رابع نقطة. ما دمت عملت النقطة اللي انا عايزها بدوس اسكيب عشان اخرج من الامر. بيقول لي حدد الجهات اللي انت عايز ترسم الاسلوب بتاعها، فهدوس سكيب. طيب خلينا نرسم السقف تاني، بس المرة دي هقول له أنا عايز يبقى فيه سلوب وليكن مثلا 13. هتلاقي هو حسب الأنجل بتاعتي، فأقول له هوت أول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، أهي أهو. وبعد كده هخرج اسكيب، فبيقول لي حدد الإتش اللي هيبقى الميول عليه، فأقول له هوت أهوت أهوت. ممكن تعمل تثب واحد بس لو انت عايز تثب ناحية واحدة او اتنين او تلاتة او اربعة زي ما انت عايز، يعني محدش هيقول لك لا. وبعد كده بتدوس سكيب. طب تعال ندخل بقى في 3D اهوت، هتلاقي ان ده مستقيم كده وده فيه سلوب، وممكن تعدل فيه زي ما انت عايز، ممكن تخليه سلوب 30 40، محدش هيقول لك انت رايح فين. ممكن تيجي هنا نافيجيتور وتبدأ تلف الشغل بتاعك بس تشوفه كويس.